السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله بصحة وسلامة. المقطع الثاني الهدف مفلح، لكن هذه المرة حيكون التيكي تاكا إن شاء الله. طبعا قبل أبدأ المقطع أحب أشكر حبيبنا أبو ماجيك معطينا المكتب اليوم، يعطيه ألف عافية. ونروح على الأهداف على طول. هو الهدف طبعا حتكون توب 5، ما حتكون توب 10 زي كل مقطع، وحتكون الجائزة كرت 20 ستور، سواء إكس بوكس، لو كان إكس بوكس 25، لو كان سوني حتكون 20. والهدف الخامس يا حبيبي عن طريق بوجبا، صح انه ما في مناولات كثير، خليط بين التيكي تاكا والمهارات، اربع تقريبا باصات كلها كانت باصات تبى توديك للمرمى. اسيبكم مع الهدف يا حبيبي. ده الكارتليتو que dice 2 minutos más al partido. Paul Pogba. Entra en zona de peligro. Ahí está rematando el siguiente. Qué bien que le pega, con cuánta calidad. Qué belleza le dan al fútbol esta clase de goles. Arturo Vidal. Une deux ممتازة كانت الكرة، يبدأ فيها هجوم. موصلة الاحتفاظ بالكرة، ربما هو الانتظار لثغرة من أجل خلق فرص. هذه اللقطة مؤكدة مش ممكن تضيع. فرصة كبيرة ليخلص مكانه. والهدف الجاي يا حبيبي باصات من الدقة، ولكن أحلى باص كان اللي هو الباص اللي قبل النهاية، الأسيست بطريقة يعني بالكعب. وقت ممتاز ومن الدقة يا حبيبي. أسيبكم مع الهدف. عصام الشوالي هو معي عبدالله الحربي، متابعة طيبة. على الشاشة الآن تشكيلة الفريق المحلي. الفريق يلعب تشكيلة 4-5-1. أكيد الهجمة واعدة. حقيقة هي تمريرة ذكية. إيسكو. تسديدة وكرة تمشي في اتجاه المرمى. كرة وهدف وجول. عطو جيبها من الشبكة، جيبها الكرة في المرمى، كرة رائعة جدا في مرمى. Tight area with that back heel. Patience is the name of the game at the moment. Lanzini. It's Mane. It's a good way to nick the ball back. Quick thinking. No chance. Score here. Good finish from the right margin, but not about the play before that. Not about the passing. Wonderful team effort. Tough times. The man in goal. وصاحب المركز الاول احب اقول له قايل لك يا ابو عزة، مبروك لحبيبنا ابو عزة، هدف جميل، هدف تقريبا زي هدف الارسنال. اسيبكم مع الهدف. يلا يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، إن شاء الله يكون استمتعتم بالأهداف، وألف مبروك للفائز أبو عزة، هارد لك للبقية، إن شاء الله بحط تصويت بتويتر وبرضه في اليوتيوب هنا بحطه فوق. صوتوا لمقطع هدف مفلح المقطع الجاي،
ونشوفكم الجيات. مع السلامة.